نبدأ أولى فقراتنا بالفقرة الإخبارية. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة، ووجه سيادته بتعزيز عملية توطين الصناعة بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وده بيجي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إلكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داوود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إلكتريك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة من أجل توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة. كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصة في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية. كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري. واتصالاً بالزراعة واستصلاح الأراضي، تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى امبارح اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، واللي عبر فيه عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة اللي قامت بيها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو طبعا ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وخلال هذا الاتصال أكد سيادة الرئيس أنه مصر بتتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية. نروح لأخبار المؤسسة العسكرية تحديدا، لأن الكلية العسكرية التكنولوجية احتفلت بتخريج الدفعة رقم 1 فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وده بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية للسكة الحديد بوزارة النقل. احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدورة الأولى من الفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.
تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري. أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيا لهم التوفيق في المستقبل، مشيرا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية. وقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة، كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري. واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقل. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار اللي حصلت، وكان أبرز هذه الأخبار الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأيضا الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، ده غير ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وخلال الاجتماع تمت الإشارة لموقف الأعمال الإنشائية بمحافظة المرحلة الأولى اللي بتشمل محافظات بورسعيد، السويس، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان وجنوب سيناء. وكمان تم مناقشة المقترحات الخاصة بزيادة معدلات التنفيذ في المشروعات والمنشآت الصحية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، وأكد رئيس الوزراء أن خطة التطوير بتستهدف الارتقاء بالمنطقة الوعدة والاستفادة من الموقع الفريد بما يحقق تحسين جودة الحياة وتنفيذ مشروعات تنموية. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتم خلال الاجتماع التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح. وأكد مدبولي على أن الحكومة حريصة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء من أجل التوافق على بنود تعديل القانون. برضه امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال أن الكلام ده مش حقيقي، والتحويلات الإلكترونية مستمرة بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهتنتهي يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022. امبارح وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط 2021 عنصر إجرامي ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وده في نطاق 24 مديرية أمن في إطار جهود الأجهزة الأمنية خلال شهر. هنتابع ده من خلال التقرير التالي. ما
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2021 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وضبط معهم 1170 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 جرينوف ورشاشان و185 بندقية آلية و128 بندقية خرطوش و56 مسدساً و797 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 226 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3591 قطعة سلاح ناري بحوزة 2929 متهماً أبرزها 3 جرينوف ورشاشان و430 بندقية و394 بندقية آلية و155 مسدساً و2607 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و465 خزينة، إضافة ل 5251 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 62 متهماً قاموا بارتكاب 79 حادث متنوع، كما تم ضبط 444 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 330 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 499 متهماً، كما تم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,125,942 حكماً قضائياً، من بينها 7,852 حكم جناية و645,511 حكم حبس جزئي و114,570 حكماً مستأنفاً و1,052,925 حكم غرامة و305,084 حكم مخالفة. أما في جولة المحافظات النهاردة فحيكون معنا مجموعة من الأخبار المهمة. أول هذه الأخبار تنفيذ 57 مشروع جديد للطرق والكباري بتكلفة 12 مليار و700 مليون جنيه في البحيرة، وأيضا إجراء 14,000 عملية قلب وعيون للمرضى غير القادرين في الشرقية، وتسليم 30 مركب لصغار الصيادين في الدهلية، وأخبار تانية كتيرة هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحيرة اللي تم فيها تنفيذ 4,325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بقيمة 80 مليار و500 مليون جنيه، من ضمنها مشروعات في قطاع الطرق والكباري وصل عددهم 57 مشروع بتكلفة 12.7 مليار جنيه.
في الغربية تم الانتهاء من مناقشة مواد اللائحة المقترحة لقيد وحصر وتشغيل التوك توك بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة. في كفر الشيخ تم الانتهاء من تبطين 316 كيلو متر ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومي اللي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتعتبر محافظة كفر الشيخ من المحافظات اللي هيتم فيها تأهيل أكبر عدد من الترع لأنها بتقع في نهاية المصبات. في الدقهلية استقبل المحافظ الدكتور أيمن مختار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في إطار عمل وزارة الهجرة بالمبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة، وتم تسليم صغار الصيادين غير القادرين بقرية بوصات كريم الدين مركز شربين 30 مركب صيد مجهزة بعدة صيد حديثة. في الشرقية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استلم مبنى من جامعة الزقازيق لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الزقازيق، وده هيكون أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في الشرقية. في أسوان ناقش المحافظ اللواء أشرف عطية وضع آليات محددة لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف مدن وقرى المحافظة، وده لتأمين سلامة وأرواح المواطنين، وقال إنه هيتم تحقيق السيطرة الكاملة عليها وإنشاء الشلاتر لجمع ورعاية الكلاب تحت إشراف بيطري كامل. في جنوب سيناء استقبل المحافظ اللواء خالد فودة رئيس جمهورية فيجي ويليام كاتونفيري وزوجته والوفد المرافق بمطار شرم الشيخ الدولي، وتم استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة تغير المناخ في نوفمبر 2022. في المنوفية المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون زار الطالبة ملك عبد الفتاح الشبشيري الأولى على مستوى الجمهورية علم علوم بمجموع 402 درجة في منزلها، وقدم التهنئة ليها ولأسرتها. في الشرقية أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن المديرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني قامت بإجراء 14,000 عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الشرقية، وده من بداية 2019 والحد دلوقتي.